لان كل بلد بتدفع بشعرائها وبتعلن ان الرياده رياده الشعر الحر هي عراقيه او هي سوريه او هي مصريه وهكذا. مساء الفل يا ابطال يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس نوصلكم كل جديد. باي باي، جود لك. السياق بقى الجمالي والفني، وهذا ما يعنيني في الحقيقة هنا، الذي أتى فيه هذا الديوان الناس في بلادي، جاء وسط حالة من فورة التجديد التي اجتاحت الشعر العربية لتجدد شبابه تحت مظلة الشعر الحر الذي احتفظ بالوزن وتخلى عن تكرارية القافية ذاتها. غير أن ديوان صلاح عبد الصبور في الحقيقة بدأ مختلفا عن دواوين معاصرين. طبعا ربما تكون في بعض التحرجات النقدية التي تتعامل مع الأشياء جميعها وكأنها شيء واحد، يعني في بعض الأستاذ شعبان أشار إشارة عابرة إلى هذا الأمر، إن في مشكلة فعلا حقيقية إن أنك تتعاطى مع الدواوين التي جاءت في سياق ما أسميته بفورة التجديد في الشعرية الجديدة، اللي هي طبعا لم تعد جديدة في الآن وهنا في عام 2021، لكن في شعرية الحداثة، وده تعبير أدق، إن النظر إليها باعتبار أنه لا يمكن إقامة هذه الموازنات الأدبية بين هؤلاء الشعراء. في الحقيقة إن شعر صلاح عبد الصبور وسط رموز الحداثة في الشعر المعاصر، ستجد أن شعرية صلاح عبد الصبور واضحة للغاية، وليس فقط على مستوى مثلا البصمة الأسلوبية، لأن أي شاعر كبير وحقيقي لابد أن يتسم بهذه البصمة الأسلوبية، لكنني أشير إلى تحديدا إلى هذا المضمار الذي تمثله تلك الروح المصرية التي جعلها صلاح عبد الصبور تعبيرا عن خصوصية جمالية. حتى فكرة بالمناسبة اللغة التداولية لدى صلاح عبد الصبور، اقرأ يا صاحبي، إن هذه ده تحويل الكلام العادي، تحويل هذا الكلام العادي تحويله وإلى مجرى الشعرية العامة. فكرة الناس في بلادي جارحون كالصقور، جملة ستبدو تداولية وستبدو، لكن البصمة الأسلوبية هنا أنها تأخذ هذا التداول وتجعله في سياق الخطاب الأدبي وتخرجه من حيز الخطاب العادي والخطاب المألوف عبر ما يسمى بالديفيشن أو الانحراف عن المسار المألوف في الكلام. وصلاح عبد الصبور في الحقيقة كان أحد الشعراء الأذكياء للغاية في هذا السياق، لكن مثلا لا يتم ذلك وفق أوهام بين قوسين أوهام التفجير اللغوي، ولم يكن يصنع ذلك. هذه اللغة التداولية التي تسير في إطار ثم تصنع الانحراف، هذه الانحرافة، هذا الديفيشن، هذا الانحراف عن المسار المألوف للغة لتشكل أدبيتها الخاصة. فالروح المصرية الخالصة تظلل شعر صلاح عبد الصبور، وهي روح تحمل خصوصية جمالية في ذاتها، واللغة التداولية تسم مفرداته، والصورة الشعرية التي تبدو في ظاهرها بسيطة وفي جوهرها كلية ومركبة تهيمن على فضاءاته. بل إن الغناء للعالم إنما لم يزل منحا رومانتيكيا حاضرة في الديوان. بالمناسبة، من الملامح المهمة في الشعر على صلاح عبد الصبور، أنا مثلا حينما استعدت دواوينه المختلفة بدءا من الناس في بلادي ومرورا ما أقول لكم وغيرهما من الدواوين، ستجد أن المنحى الرومانتيكي حاضر في الشعر صلاح عبد الصبور، وهو منحى بالمناسبة يقربك من جملة الفرنسيين الشهيرة، الرومانتيكيين الفرنسيين: لا يسعنا إلا أن نغني لهذا العالم ألما. هو كان يغني لهذا العالم ألما، يعني دائما ستجد هذه المفردات المبسوسة، ستجد منادات بالمناسبة، منادات الصديقة، حوالي 6 قصائد في ديوان الناس في ميلادي تبدأ دائما بيا صديقتي.
يا صديقتي، وكأنه يستحضر هذه التيمة البعيدة القادمة من التراث العربي القديم، أن يتخيل الشاعر نديمين له، أن يتخيل الشاعر صاحبين في سياق وقوفه على الأطلال وبكائه على الديار المهجورة في هذه الفكرة القديمة اللي بتمثل سردية جاهزة في الشعر العربي القديم. لكن صلاح الدين الصبور ابن أوانه يخاطب، يتوجه بالخطاب الشعري إلى صديقته، يا صديقته. حوالي أكثر من 6 قصائد تقريبا. مش عامل دراسة كبيرة عن قصة صديقتي. الليل يا صديقتي ينفضني بلا ضمير، الليل يا صديقتي. هذه الحالة التي تمثلها، أو هذا التكنيك الذي يستخدمه صلاح الدين الصبور، والذي لا يعبر في الحقيقة عن مجرد تقنية جمالية مستخدمة، ولكنه تعبير عن رؤية للعالم أيضا. هذه الرؤية التي دائما طبعا يعني يفضي به إلى إشارة عابرة إلى الحضور المتوهج للمرأة في نصوص صلاح الدين الصبور. في الحقيقة هذا الحضور الدال للمرأة في نصوص صلاح الدين الصبور. لا شيء في الدنيا جميل كنساء في الشتاء. الله نعم. هذا المنحى الرومانتيكي الذي يستعيد تراث الرومانتيكيين الفرنسيين لا يسعنا إلا أن نغني لهذا العالم ألما. تتجاور معه واقعية في الطرح، هذه الواقعية التي تبرز عالما ممتدا من القسوة تسكنه الناس في بلاد جارحون كالصقور. ثم يأتي توصيف الملامح النفسية للذوات المحكي عنها شعريا، وهذا ملمح أساسي في شعر صلاح الدين الصبور، أنه يلجأ دائما إلى توصيف الملامح النفسية للشخوص المحكي عنه شعريا. يعني الناس في ميلادي جارحون كالصقور، سينتهي هذا المقطع الشعري بجملة شديدة الدلالة في الحقيقة. الناس في ميلادي جارحون كالصقور، غناؤهم كرشفة الشتاء في ذؤابة الشجر، وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب، خطابهم تريد أن تسوخ في التراب، ويقتلون يسرقون يشربون ينشؤون، لكنهم بشر وطيبون حين يملكون قبضتين قود ومؤمنون بالقدر. يعني هو حتى عنده هذه ذات الشعيرة تملك هذا التعاطف السيكولوجي، هذا التعاطف النفسي مع هؤلاء الشخوص المحكي عنهم شعريا، الذي وصفهم في مستهل القصيدة بأنهم جارحون كالصقور. تبدو الذات مركزا للعالم في شعر صلاح عبد الصبور. شأنها في ذلك شأن كتابات الحداثة، لكنها ليست الذات المضمخة باليقين القديم، هي ذات شاكة ومتسائلة، حتى وهي تجعل عنوان ديوانها الثاني مثلا أقول لكم. وجملة أقول لكم هي جملة تحيلك، جملة إنشادية، يعني جملة غنائية، أقول لكم إن القيد حرية، أقول لكم. لكن في الحقيقة رغم هذه الجملة التي تأخذ هذا الحس الإنشادي، إلا أن الروح الحاضرة في النص ليست هذه الروح المضمخة باليقين، لكنها روح شاكة ومتسائلة تشير إلى عالم نسبي وليس عالم ثابت.